لا إله إلا الله. مريم لازم تتلقى قبله عشان يفضل يدور عليها أو عشان نساومه بيها. في يا جدعان نص مليون جنيه للي هيدل على البنت أو يقول أي معلومة عنها. هتسم رضوى. هو إيه حكاية البنت دي؟ ده حتى في ناس جت هنا، واحد اسمه فتحي حامد والمدام بتاعته، وحطوا نص مليون جنيه للي لاقيها أو يدل عليها. ألو. ألو. أنا اللي عندي الحاجة اللي بتدور عليها ومجنناه وحطت فيها نص مليون جنيه اللي يدلك عليها.